السلام عليكم ورحمة الله. أولا بداية نشكر الإخوان على التغطية المباشرة. جمعيتنا هنا بمناسبة ذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة، وكذلك ذكرى عيد الاستقلال المجيد التي صادفت سنة ذكرى 68. في إطار أنشطتها السنوية تنظم حفل ختان وتقيب اللدنين لحوالي 100 طفل و50 طفلة، كذلك تزيين العرائس. والحمد لله هذه السنة الإضافة اللي كاينة هو عرفات الناس المتضررين ديال الحوز من جميع المناطق، كذلك النزلاء ديال المدينة القديمة اللي الحمد لله كتعرفوا هذه السنة كان واحد الزلزال، والحمد لله الإخوان تأزروا وتضامنوا فيما بينهم. وبهذه المناسبة كنشكروا كذلك وكنترجو الله تعالى العلي القدير يحفظ لنا ملكنا، وكنشكروا سيد ولي جهة كذلك سيد قائد ملحقة ليفيرناج وجميع مكونات جمعيتي لنا من أعضاء ولجان وإداريين وكل قائمين على هذا الباب والمحسنين كذلك. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. السلام عليكم الإخوان من جمعية الهلال هلنا، معكم سعيد أبلدي من جماعة وقيادة الزرني، جماعة وقيادة ويرغان المشيخة الزرني. بالنسبة اليوم جينا عند جمعية الهلال هلنا، والرئيس الجمعية السي عز الدين هو اللي عيط لنا على حساب اليوم على حساب الختانة ديال الدراري الصغار، وفرون ترانسبورت جات للمنطقة فات الصباح. تمنيات اللي جبنا، تمنيات الوليدات اللي جبنا من المنطقة جبناهم دابا عند الجمعية، وكنتمنى لهم التوفيق وكنشكرهم بزاف من هذا المنبر بزاف. الله يجزيهم بخير. رحمة الله تعالى وبركاته. النشاط ديال اليوم كيف تعرف الجميع ماشي مبادرة أولى أو نسخة أولى، بل هو النسخة الثامنة لجمعية هيلنا للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية. اليوم تنسيب لي واحد الفئة هما ضحايا زلزال الحوز، والحمد لله واحد الفرح عم الجميع. يلا توصلنا بهذه الفئة، يلا وصلوا اليوم ان شاء الله غادي يدوزوا دابا من دابا واحد 5 دقائق ان شاء الله غادي يدوزوا هذه الفئه. عاد الفئات الاخرين فئات المعوزه والفئات ديال الاحياء المجاوره لجمعيه هنا ان شاء الله. تقريبا نقولوا وصلنا تقريبا واحد بين 50 و 80 تقريبا حاله اللي وصلنا. في انتظار ان شاء الله واحد ساعه تقريبا نكملوا باقي شي يقول باقي. هذا العمل ديال اليوم في اطار البرنامج السنوي اللي تقوم به جمعيه عيلانا، اضافه الى عملية ديال الختان. هناك توزيع كفات رمضان، هناك توزيع الأضاحي، هناك مساعدة بعض الأسر المحتاجة، هناك عمليات جراحية ديال الجلالة لمقبلين عليها إن شاء الله في شهر 12. وهذا هذه رسالة لجميع الإخوان المحبين لجمعية هلانا والمتعاطفين مع جمعية هلانا باش يشوفوا هذا العمل اللي تيقوموا به، هذا العمل الجاد. تنقولوا عملي مقبلين على عمليه ديال الجلاله. عمليه الجلاله ماشي شي عمليه سهله، بل تيطلبوا تكاليف كثيره، وهذه رساله للجميع ان شاء الله باش تكون واحد التضامن مع الجمعيه. وتحيه لهذا المنبر الطيب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.